بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل محبي ومتابعي موقع مشروح في حلقة جديدة من حلقات الموقع، إذ نواصل تقديم حلول مشاكل الكمبيوتر. وفي هذه الحلقة نتعلم إن شاء الله كيف يمكننا حل واحد من أكثر المشاكل شيوعا، وهو مشكل اختفاء أقراص أو محرك الأقراص أو قارئ الأقراص أو لو ليكتور دو سي دي إي دي في دي، أو إن كنت تعرفه بالإنجليزية فهو سي دي أند دي في دي درايف. إذا فلو ذهبت الآن مثلا على جهاز آخر إلى أورديناتور أو كمبيوتر، كما تلاحظون لا ألاحظ هنا ظهور قارئ الأقراص أو محرك الأقراص سي دي أند دي في دي، لا يظهر. نفس الشيء لو ذهبنا إلى أورديناتور ثم ضغطنا على جيري بعد الضغط على زر الفأرة الأيمن بطبيعة الحال، لنذهب فقط إلى مكان التعريفات. إذا نضغط هنا على جيستيونير دو بيريفيريك، كما تلاحظون هنا في التعريفات تلاحظ ظهور هذه الأيقونة الصفراء المثلث الأصفر أمام محرك الأقراص كما تلاحظون دي في دي سي دي روم، مما يعني أن هناك مشكل في تعريف القرص. إذا لحل هذا المشكل فقط نذهب إلى قائمة ستارت، ثم نكتب هنا في خانة البحث إن كان نظامك بالفرنسية إكزيكوتي، وإن كان بالإنجليزية فتكتب كما في السهم ران. إذا هذه هي إكزيكوتي أو تجد ران، نضغط عليه ثم نكتب الكلمة التالية كما تلاحظون ريج إيديت ريج إيديت، ثم نضغط على أوكي. إذا نحن الآن في سجل النظام، نذهب إلى هذا المفتاح HK Local Machine، ثم نذهب إلى System، ثم نذهب إلى Current Control Set، ثم إلى Control، ثم بعد ذلك نذهب إلى Class، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا الخيار كما تلاحظون 4D36E/E96-5. على العموم هذا السطر تجده في وصف الحلقة على اليوتيوب وأيضا في التدوين على موقع مشروح. المهم أن تبحث عن هذا السطر، هنالك مجموعة من الأسطر متشابهة خصوصا في المقطع الأول، ركز فقط أنت على هذا المقطع الأول 4D36E/E أيا كان نطق الحرف بالفرنسية والإنجليزية، ثم 965، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه الخانة هنا، تجد عندك هذين الخيارين Lower Filters وأيضا Upper Filters، فقط نقوم بحذفهما معا. إذا أقوم بحذف Lower Filters، أضغط على زر الفأرة الأيمن ثم أختار Supprimer أو Delete أو Remove أيا كانت اللغة، ثم أضغط على وي أو يس لحذفه، ثم نقوم أيضا بحذف Upper Filters، نفس الشيء نضغط على زر الفأرة الأيمن ثم نختار سوبريمي أو ديليت، ثم الآن كل ما علينا فعله هو إعادة تشغيل الجهاز. ألقاكم أنا الآن إن شاء الله بعد إعادة تشغيل الجهاز. إذا بعد أن قمت بإعادة تشغيل الجهاز أذهب إلى نفس المكان أورديناتور لنرى هل تم حل المشكل، وبالفعل كما تلاحظون تم حل المشكل وظهر عندي الليكتور أو سي دي درايف كما تلاحظون. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه. للمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وأيضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح، كما لا تنسى الاشتراك في قناتي مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد لتبقى على اطلاع بجديد القناتين، وأدعوك للانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وجوجل بلس، كما أسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية على الفيسبوك. كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح وأيضا في وصف الحلقة على اليوتيوب. إلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.